السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع حضراتكم المهندسه منى مسوخي من عملاء مكتب اركيميكر. النهارده ان شاء الله يعني هقول لحضراتكم التعديلات اللي هو بناء على اخر تعديلات تم ارسالها من مهندس احمد. هشرحها كده واحده واحده. اول حاجه كانت مدام دعاء قالت لنا ان احنا نرجع تاني المطبخ زي ما هو، فاحنا رجعناه زي ما هما زي ما هو. كانت طالبه ان احنا نوسع الديرتي كيتشن، فاحنا وسعناه. اصبح دلوقتي 5 × 2 55، يعني بقى كبير جدا ما شاء الله. الباب هنا اللي كان المهندس امجد لفت نظري ليه فانا حطيته. بعد كده ادي الغرفه اللي جنب الديرتي كيتشن كمان خليناها تشيلدرن روم، اللي هي غرفه اطفال زي ما حضراتكم طالبين. ولعلم حضراتكم هي تعتبر كبيره مش صغيره، يعني 5 × 3 25 مش صغيره. ممكن تبقى جلسه، ممكن تكون حاجات كتيره، يعني ممكن تكون مكتبه، ممكن تكون مكتب، ممكن تكون حاجات كتيرة. في كمان هنا جزء كافي كورنر اللي احنا كنا وسعناه، عملنا كافي كورنر هنا ووسع عن الاول، لان هو كان الاول واقف لغاية هنا بس، لغاية اول عمود من الناحية ديت. لا احنا وسعناه وانا نستفاد بالمساحة اللي تحتيه كمان. هنا كان في ال هنا كان كنتوا طلب كنتوا حضراتكم طالبين انه يبقى في حائط فاصل ما بين الصالة والصالة العائلية، فاحنا عملناه بالطريقة ديت، عملناه بالطريقة ديت. هنا خلينا الأول هنا كان مدام دعاء كانت طالبة اللي هو السفرة العشر أفراد، حطيناها في المكان دوت بحيث إن هو يبقى جنب المطبخ والديرتي كيتشن وغرفة الأطفال وكمان جنب الصالة العائلية. كمان كانت طالبه ان احنا هنا نقفل تحت السلم، فاحنا كده قفلنا تحت السلم. هنا هيبقى زي مخزن صغير، ستور صغير، لان زي ما حضراتكم احنا كنا اتكلمنا انه ان احنا لو كنا كبرنا قفله السلم لغايه هنا كان هيبقى شكله وحش. فهو يا دوبك هو الحته ديت مكان قلبة السلم، يعني طالعه السلم. هنا في طالعه، هنا في طالع السلم للدور اللي فوق، فتحتيه هيبقى في مخزن صغير لطيف جدا. وهنا اصبح في زي مدخل كويس جدا للكيتشن وللستور ولغرفه الاطفال. هنا اصبحت في هنا ترابيزه سفره كبيره 10 افراد زي ما مدام دعاء كانت عايزه. هنا في المدخل الاسانسير بتاعنا، قدامه في مساحه كافيه انه في حد يقف. هنا عملنا زي ما حضراتكم كنتوا عايزين، اللي هو الساتر او الجدار اللي يفرق ما بين الجزئين يمين وشمال، وفي نفس الوقت اللي داخل من المين انترنس، سواء بقى الفاميلي انترنس او المين انترنس، جنب السلم على طول يطلعنا على الدور الاول. هنا ما حبيناش بقى نقفله للاخر عشان يبقى فيه كده ايه، يعني امتداد بصري، وفي نفس الوقت بقى فيه هنا سلمتين طالعين على الصاله العائليه. زي ما حضرتك لو تفتكروا هنا كان في التويليت او الحمام، احنا شلناه ودخلناه على الارتداد. وخلينا هنا مدخل التويليت بتاعنا. طيب هنا بقى اللي كنا الجزء اللي كان مدام دعاء بعتت لي الفيديو الاخراني الخاص بال حمام السباحة. هنا في عمود، حضراتكم شايفين هنا في عمود، وبالتالي انا ما اقدرش اوسع كل ده، يعني ما اقدرش انا اشيل الحتة دي كلها واوسعها، مش هينفع. فقلنا خلاص نقسمها على جزئين، يعني يبقى في زي صالة هنا وكمان في صالة زيها لجوه، وكل ده طبعا بيطل على حمام السباحة. ففي الجزء دوت احنا وسعنا مساحة كبيرة، يعني الجزء ده بس عبارة عن 7 × 45 × 3 × 25، والجزء دوت أصبح 4 × 45 × 24. حطينا هنا طبعا زي ترابيزة تلفزيون كبيرة قدامها جلسة صغيرة، وكمان هنا ممكن نحط هنا كمان، هحط لحضراتكم هنا كمان ترابيزة تلفزيون لو حضراتكم عايزين، لو عايزين تسيبوها فاضية زي ما حضراتكم عايزين. وأصبحت هنا الصالة كبيرة والاتنين مفتوحين على بعض، احنا بس حابين نعمل هنا بس أرش، يعني مجرد بس أرش صغير عشان بس نوصل ما بين الاثنين. هنا برضو احنا كنا وسعنا مجلس الرجال، اخدنا برضو البروز هنا من الناحية الجنوبية، واصبح مساح اصبح مساحته او ابعاده 36 × 26. كده اعتقد ان احنا جمعنا كل طلباتكم في الدور الارضي. انا بس هاخد كده ابروف ونبتدي على طول ان شاء الله في منظور الدور الارضي، ومنه على الدور الاول باذن واحد احد ان شاء الله. ارجو ان انا اكون يعني عرفت اشرح بشكل مبسط وسريع طلباتكم في الدور الارضي، وتحت امركم في اي وقت. شكرا جزيلا.